تصرح واعتذر مره اخرى على المقاطعه، لكن لابد ان نذهب الى نقابه الصحفيين والزميل احمد عبد الرازق. اليك احمد. لكن الشكر واجب اولا لكل اعضاء الجمعيه العموميه في نقابه الصحفيين المصريه، هذه النقابه العريقه اللي النهارده حضر منها قرابه 5000 زميل في ظاهره هي الاولى من نوعها في وقت ناس كتير بتقول ان في عزوف عن المشاركه العامه. الصحفيين اثبتوا العكس النهارده وجم، وكان ده لاختيار نقيب ومجلس نقابه. عدد كبير من المرشحين بما يثبت ايضا قدره الصحفيين على ايجاد ابناء منهم كي يترشحوا لهذه المواقع. ايضا الروح الرياضيه اللي انتهت بها معركه النقيب، واسف على كلمه معركه، منافسه النقيب، هي تؤكد ايضا ان هذه النقابه نقابه كبيره، وانه لها دور كبير سيكون ايضا كما كان في الماضي في قياده هذا المجتمع وهذه الامه الى مزيد من الحريه والمسؤوليه ومزيد ايضا من المشاركه في كل انواع المساهمه السياسيه. كنت على راس النقابه من قبل، واليوم نبدا مرحله جديده، فيعني ما هي ابرز سمات هذه المرحله المقبله؟ هذه المرحله تتزم بوجود مخاطر حقيقيه وكبيره على الصحافه كصناعه، وعلى الصحفيين كافراد، وعلى اوضاعهم الاجتماعيه والماديه، وايضا ممارستهم لمهنتهم. ولذلك لقد رفعت شعارا التزمت والتزم الان بعد نجاحي امام الجمعيه العموميه بتنفيذه، وهو لم الشمل وهيبه هذه النقابه. ولم الشمل وهيبه النقابه بيعني برنامج مفصل اعلنته على زملائي، لكني اؤكد لهم الان بقدر التزامي بتنفيذ هذا البرنامج بقدر حاجتي الى كل فرد منهم. لا تتركوا هذا المبنى، لا تتركوا هذه النقابة لكي تزوروها كل عامين. هذه النقابة عريقة تستحق منكم كل وقفة من أجل تحقيق ما طرحته في برنامجي وما قد يزيد عليه أعضاء الجمعية العمومية. بأهنئ الجمعية العمومية قبل أن أهنئ نفسي، وبأشكر كل المنافسين، وبأرجو إن شاء الله أن تعلن نتيجة مجلس النقابة لكي يكتمل إعلان إرادة الجمعية العمومية، ونبدأ عندها عامان من العمل بالنسبة للنقيب وأربعة أعوام بالنسبة لمجلس النقابة. أتمنى أن تكون مثمرة وأن تكون إضافة لهذا البلد العظيم مصر. أشكرك شكرا جزيلا. إذا لم الشمل وهيبة النقابة هو الشعار الذي ترفعه نقابة الصحفيين عقب فوز النقيب الأستاذ ضياء رشوان. نتابع معك همام مجاهد بقية الفرز أو فرز أعضاء النقابة على المقاعد الستة المتبقية. أعود إليك مرة أخرى همام.